مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون: موقع عدن الغد يتساءل، هل صارت عدن مدينة للموت؟ وصحيفة العربي الجديد تسلط الضوء على العنصرية التي يواجهها المهمشون في اليمن. ومن الأخبار المنوعة: كسارة الجمجمة تحد خطير يثير جدلا في مصر، والأزهر يحرمه. منذ طرد الحوثيون من عدن غرقت هذه المدينة المسالمة والمدنية في مستنقع الاغتيالات التي تشتد وتيرتها فجأة وتختفي فجأة، وكأنها تسير بريموت كنترول وتتغير ضحاياها الموسمية. فتارة يستهدف خطباء وأئمة مساجد، وتارة أخرى عساكر وضباط الأمن، وتارة ثالثة رجال قضاء وسياسيون. وعنون موقع عدن الغد تقرير يرصد الوضع الأمني: عدن هل صارت مدينة للموت؟ وقال الموقع إن عدن تشهد عودة قوية لظاهرة الانفلات الأمني من بوابة الاغتيالات التي عادت إلى الواجهة خلال هذا الشهر، باستهداف مسؤولين أمنيين وسط سيطرة وانتشار لقوات الحزام الأمني. ونتيجة للانفلات الأمني أصبح وفقا للموقع يطلق على عدن مدينة الموت لكثرة القتل والنهب والسطو فيها. يقول مراقبون للموقع إن الجريمة في عدن انتعشت في الفترة الأخيرة ووصلت لدرجة لم تعهدها عدن واليمن من قبل. وقال الموقع رغم أن مصادر الجريمة معروفة، لكن غياب الدولة وفر غطاء للمجرمين للنشاط دون خوف من العقاب. ويشير المراقبون إلى أن غياب الدولة وأجهزتها الرسمية والأمنية والشرطية والعدلية أنعش سوق الجريمة بالتزامن مع تضارب وتداخل التشكيلات المسلحة التي تعمل تحت عنوان توفير الأمن. لا يمكننا التوقف في منتصف الطريق. تحت هذا العنوان كتب رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر مقاله المنشور في المصدر أونلاين. لا يمكننا التوقف في منتصف الطريق. تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة وطنية ومطلب حياتي لكل أبناء اليمن، ولا يمكن لأحد أن يقف حجر عثرة أمام تنفيذه. السلام في عدن والمحافظات المحررة مفتاح السلام في اليمن، والسلام في اليمن على قاعدة المرجعية الثلاث يغدو كل يوم ضرورة. من لا يرون الأمور على هذا النحو لا يدركون حقيقة ما يجري، ويفتقدون للخيال والبصيرة. لا بد من المضي قدما في تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة من شقرة ومن أبين. يجب أن تنتهي احتمالات الصدام في مواقع التمترس المدفوعة بمشاعر متوجسة ومتوترة، وأن تعود الوحدات التي يتردد قادتها في الانسحاب إلى المواقع التي تم التوافق عليها. ليس لدى أي منا خيارات أخرى، ومن يسعر للحرب ليس سوى أدوات جاهلة وظفت لأعمال الشر. الخيارات التي تراود البعض ويرونها متاحة للتنصل أو العودة عن الاتفاق تعود إلى تفكير فاسد ومضطرب يستند إلى تاريخ من الصدام الأخوي المتكرر، وذاكرة للأسف الشديد ملطخة بالدماء. إن سد ذرائع هؤلاء وحتى تهدئة نفوسهم والتخفيف من قلقهم يتوقف على الكيفية التي ستتعامل بها الشرعية والأشقاء مع الممتنعين في الواقع، وبنظرة إيجابية لسلام قادم ننشده جميعا. ليس هناك من سبب منطقي لمنع لواء الدفاع الساحلي من المرور إلى لحج أو لتسليم السلاح المتفق على تسليمه، والأخوة الذين يحرضون على رفض تسليم الأسلحة يفكرون بجولة جديدة من الصراع والقتال في عدن مدفوعة بحب السيطرة والنفوذ والإقصاء للآخرين. وهؤلاء علينا واجب إقناعهم بإمكانية السلام أو منعهم حيثما وجدوا من الاستمرار في وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق. في المناطق التي مرت بها ميليشيا الحوثي يكفي أن تحيد قليلا عن الطريق أو تعود إلى مزرعتك لتموت بانفجار ما خلفته الميليشيا. ففي الخوخة ووفقا لموقع الصحوانيت استشهاد 4 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون جنوب الحديدة، واستشهد 4 مدنيين من أسرة واحدة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في مديرية الخوخة جنوبية محافظة الحديدة. وذكرت مصادر محلية أن العبوة الحوثية انفجرت أثناء مرور سيارة أحد المواطنين في منطقة الموشج جنوبية مديرية الخوخة،
وبحسب مصادر طبية فإن انفجار العبوة تسبب في استشهاد 4 مواطنين هم أسامة محمود وزوجته وطفلتهما وأحد أقاربهم، بالإضافة إلى إصابة المواطنة مريم أحمد. وزرعت ميليشيا الحوثي المتمردة آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الأحياء السكنية والطرق العامة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما تسبب بسقوط مئات الضحايا المدنيين. كشف رئيس فريق إدارة البرنامج بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونيسيف شيرين فاركي عن موعد بدء صرف الدفعة السابقة أو السابعة من معاشات الضمان الاجتماعي وحوافز المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس اليمن. وعنوان الموقع اليونيسيف تعلن عن موعد صرف حوافز المعلمين. فاركي أوضحت أن اليونيسيف ستصرف معاشات الضمان الاجتماعي خلال أسبوعين وفقا للآلية الجديدة المعتمدة على البطائق الممغنطة المتفق عليها. وأشار إلى أن المنظمة تعد حاليا لصرف حوافز المعلمين والمعلمات بإجمالي 4 أشهر، وذلك قبيل شهر رمضان المبارك. وصرفت اليونيسيف في العام الدراسي قبل المنصرم حوافز نقدية لأكثر من 127,400 من المعلمين والموظفين العاملين في المدارس لمساعدتهم في تغطية تكاليف المواصلة إلى المدرسة وغيرها من النفقات الأساسية. ويعاني المعلمون العاملون في المدارس الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي من انقطاع مرتباتهم منذ نحو 3 أعوام، الأمر الذي أدى إلى تضرر الكثير منهم، حيث اتجه بعض العاملين إلى العمل في مهن أخرى لتأمين قوت يومهم. تعيد الصراعات في اليمن كل الأشكال الوحشية وتنتج أحقادها الدامية، هذا جزء من مقال كتبه جمال حسن ونشره موقع المشاهد مضيفا في فقرات من المقال. في اليمن لا يمكن قراءة الوضع بأنه صراع بين طرف قبلي وآخر متمد، فمن ناحية لا يوجد كيان مدني قوي، وحتى إن وجد فهو منقسم واستقطبته الصراعات الحالية بكل أمراضها العصبوية. في الشعارات الكبيرة تغلب الطابع العصبي أو المناطق وحتى القروي، وهذا ما انسحبت عليه طبيعة تشكل الأحزاب، لكنها أيضا أخذت صورا متشابكة وملامح واقعية تندرج في تحالفات وتصدعات محلية. وفي تلك الصراعات كان النجاح للعصبية الأقوى أو للطرف الذي يسيطر على الجيش. إنها قصة الأمس تعاود نفسها بصور مختلفة أو تشبه ما حدث في السابق. ففي الجنوب عندما كان الصراع يرفع شعارات أيديولوجية شيوعية، كان التجيش يتخذ طابعا عصبيا قبليا أو مناطقيا، وحدوث استثناءات لم يكن مؤثرا في الطابع العام، بمعنى أن الاستثناء يمكن أن يحمل طبيعة تبدل مرحلية لكنها تظل مهددة بنسيج طاغ. وفي تلك الفترة كانت مناطق التمرد المنضوية تحت شعار الجبهة بطبيعها الماركسي في بعض مناطق البيضاء القبلية، واليوم شكلت حاضنا الجماعات السلفية وربما لتنظيم القاعدة. كل المسميات تم رفعها وخاضوا فيها الحروب وتدخلت عوامل العاطفة الدينية، غير أن النسيج العصبويات كان العامل الحاسم في كل الصراعات، وأيضا في حالة المركز لم يكن مقتصرا عليه بل لعب على انقسام الهامش. وإخفاق تلك الحركات سمة الأكثر وضوحا في اليمن هي تشكل المدن على الإضمحلال نتيجة هيمنة الروح القبلية أو القروية على ملامحها، ولم تكن المدن تحظى بالاستقرار السياسي الذي يساعد على تشكلها، بل هي نتاج غزو الريف لها في الضواحي وحتى في مراكزها. وكان الانتماء للقبيلة أو القرية هو السمة العامة للمدينة، وربما هو الإفراز الخفي لبعض الأشكال الثقافية الفقيرة. وحتى في الخطاب السياسي ما زالت تلك الروح تطغى على التوجهات والتحيزات. إضافة إلى معاناتهم الكبيرة، يتعرض أطفال فئة المهمشين في اليمن للعزل والتنمر في عدد من المدارس، ما قد يدفعهم إلى التسرب. وفق تقرير نشرته الصحيفة العربية الجديد تحت عنوان أطفال المهمشين في اليمن، تقول الصحيفة: فئة المهمشين في اليمن تعاني من بعض الممارسات التي توصف بالعنصرية، كان آخرها حرمان عدد من أطفال المهمشين من الدراسة وعزل آخرين في الصفوف، أي بعيدا عن بقية التلاميذ. وفي السياق يؤكد ماهر شرف أن إدارة مدرسة زينب الحكومية القريبة من الحي الذي يسكنه في منطقة حزيز جنوب صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين فصلت التلاميذ الذين ينتمون إلى فئة المهمشين عن التلاميذ الآخرين وخصصت لهم فصولا دراسية أخرى.
يقول شرف للعربي الجديد إن عدم دمج أطفال المهمشين في الفصول الدراسية مع بقية الأطفال في بعض مدارس صنعاء دفعهم للتسرب من المدارس جراء التمييز العنصري. من جهته يقول المواطن خالد حسين، وهو من فئة المهمشين أيضا، إن ما يمارس ضد التلاميذ الذين ينتمون إلى فئة المهمشين في المدارس الحكومية بصنعاء انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز طبقي، وهذا ناجم عن غياب العدالة الاجتماعية في البلاد، ففئة المهمشين في اليمن محرومة من أبسط حقوقها التي يتمتع بها بقية المواطنين. باحثة اجتماعية تعمل في مدارس العاصمة قالت إن كثيرا من أطفال المهمشين تركوا المدارس خلال سنوات الحرب التي تلت سقوط صنعاء. وشاح المعاناة في عدن، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا: سرنا تحت رحمة الميليشيا والسلاح، وهو متاح بيد كل الجهلة والمتخلفين والمتعصبين. سلاح لا قانون ينظمه ولا نظام يضبطه، وبيد جماعة تهددنا من حين لآخر: إلزموا بيوتكم، الوضع سينفجر، ولن نستسلم، سنحرق عدن عن بكرة أبيها. خطاب تهديد ووعيد للناس، وعندما تتمعن في مصادر ذلك الخطاب تعرف حجم المعاناة. مصدره المتورطون بانتهاكات وجرائم يندى لها الجبين، هم المتهمون بقتل الشباب أمجد عبد الرحمن وبا طويل وغيرهم، وهم المتهمون بقتل الأئمة ورجال البحث والأمن. تقارير وشواهد واستدلالات كشفت حقائق تورطهم، وهم لصوص وناهب الأراضي والمتنفسات وممتلكات الناس والدولة، يجدون مصالحهم في تأزم الأمور ليحكم سلاحهم المدينة ويفرض واقعاً يقوي من نفوذهم ويصعب محاسبتهم وتنفيذ القانون في حقهم، ويعطل العدل والإنصاف وتذهب دماء الأبرياء أدراج الرياح. حسابهم عند أرحم الراحمين. يخافون من الاستقرار واستقامة عود الدولة والنظام والقانون، خوف الحساب والعقاب والعدل والإنصاف. واتفاق الرياض باب من أبواب هذا الاستقرار الذي ينشده الشارع اليوم للخروج من جور المعاناة. اتفاق الرياض الذي سيعيد للدولة مكانتها وللنظام والقانون احترامه، وللمواطنة شيئا من الاحترام. عندما تستقيم الدولة والشراكة ويتم تنظيم إيرادات الدولة التي تذهب اليوم لجيوب الفاسدين ولصوص فرض الإتاوات في الأسواق ونقاط استخلاص الضرائب والجمارك، تصور هذا الكم من العبث والكم من الأموال التي تذهب لتغذي العصابات والنفوذ والميليشيات، والتي هي اليوم تستبسل لتدافع عن تلك المصالح وترفض أي اتفاق يخضعها للنظام والقانون. لوبي يمتد ليصل إلى قمة اللاعبين السياسيين والعسكريين في أطراف الصراع، ومعه لوبي إعلامي يتغذى من فتات تلك المصالح ويدافع عنها. يقول موقع الدي دبليو بأن عملية توزيع لمواد غذائية وأموال على لاجئين ونازحين في شمال شرق النيجر تحولت إلى مأساة إنسانية، فقد قتل 20 شخصا وجرح آخرون في عملية تدافع أثناء توزيع هذه المساعدات الإنسانية. مسؤول طبي قال: لدينا حصيلة مؤقتة تبلغ 20 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، قضوا خلال تدافع أثناء توزيع مواد غذائية بدار الشباب والثقافة في ديفا عاصمة منطقة جنوب شرق النيجر المحاذية لنيجيريا. أحد السكان قال لوكالة فرانس بريس: كنا نوزع مواد غذائية وأموال، وكان هناك آلاف الأشخاص غالبيتهم لاجئون علموا بخبر توزيع المساعدات وغادروا مخيماتهم التي يقع بعضها على نحو 100 كيلومتر من ديفا. يقول آخر: حتى سكان ديفا العاديون تجمعوا على أمل الحصول على المساعدات المقدمة من حاكم ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، الذي كان يجري زيارة لمخيم لاجئين نيجيريين فارين من هجمات تنظيم بوكو حرام استقروا في ديفا منذ عام 2015. عن الدولة الجائعة كتب جوزيف ستيغليتز مقاله الذي ترجمته صحيفة الغد إلى العربية، وجاء فيه: لآلاف السنين لم تزدهر الأسواق من دون مساعدة من الدولة، من دون وجود لوائح ودعم حكومي
ما كان صانعو الملابس الإنجليز في القرن 19 وصانعو النبيذ البرتغاليون الذين جعلهم الاقتصادي ديفيد ريكاردو يشتهرون بنظريته عن الميزة النسبية ليصلوا أبداً إلى النطاق اللازم لقيادة التجارة الدولية. ويؤكد معظم الاقتصاديين محقين دور الدولة في توفير السلع العامة وتصحيح إخفاقات السوق، لكنهم غالباً ما يهملون تاريخ الكيفيات التي ظهرت بها الأسواق في المقام الأول. لقد اعتمدت اليد الخفية للسوق على اليد الأثقل للدولة. تتطلب الدولة شيئاً بسيطاً لأداء أدوارها المتعددة، الإيرادات. إنها تأخذ النقود لإنشاء الطرق والموانئ وتوفير التعليم للشباب والرعاية الصحية للمرضى وتمويل البحوث الأساسية التي هي منبع كل تقدم، وتقديم الموظفين للبيروقراطيات التي تبقي المجتمعات والاقتصادات في حالة حركة. لا يمكن أن ينجو أي سوق ناجح من دون وجود دعائم لدولة قوية وعاملة، لكن هذه الحقيقة البسيطة تنسى اليوم. في الولايات المتحدة تقلص إجمالي الإيرادات الضريبية المدفوعة لجميع مستويات الحكومة بما يقترب من 4% من الدخل القومي خلال العقدين الأخيرين، هابطة من حوالي 32% في العام 1999 إلى حوالي 28% اليوم، وهو انخفاض فريد من نوعه في التاريخ الحديث بين الدول الغنية. وكانت العواقب المباشرة لهذا التحول واضحة: بنية تحتية متداعية، وتيرة ابتكار متباطئة، معدل نمو متناقص، انعدام متزايد للمساواة، عمر متوقع أقصر، وانتشار شعور باليأس بين قطاعات كبيرة من السكان. وتضيف هذه التداعيات إلى شيء أكبر بكثير: تهديد لاستدامة الديمقراطية واقتصاد السوق العالمي. اشتهرت عمليات إحراق الإطارات للتعبير عن الغضب خاصة في الدول العربية، لكن في كوبا تغير الأمر، فكيف تم ذلك؟ وفقا لصحيفة القدس العربي، كوبا تولد الطاقة لمصانعها بحرق الإطارات المستعملة مع اشتداد وطأة العقوبات الأمريكية. وقالت الصحيفة إن الحكومة الكوبية أمرت بتشغيل مصنع للأسمنت عبر حرق الإطارات المستعملة لتوليد الطاقة وسط أزمة وقود جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على الجزيرة الشيوعية. وتفيد الصحيفة أن التوجيهات صدرت من الرئيس ميغيل دياز كانيل بتسلم مصنع سيمنتوس مزيدا من إمدادات الإطارات المستعملة لحرقها. وتعاني كوبا من نقص الوقود منذ أيلول سبتمبر الماضي، عندما فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على السفن التي تنقل النفط من فنزويلا إلى الجزيرة. وتهدف واشنطن من خلال هذه العقوبات إلى الضغط على هافانا لوقف دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعترفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بمنافسه خوان غوايدو كرئيس انتقالي للبلاد. وأجبرت العقوبات الأمريكية كوبا على تبني مجموعة من التدابير الطارئة لتسيير أمورها، منها تقليص ساعات العمل في القطاع العام واستخدام الثيران لسحب الآلات الزراعية والعربات التي تجرها الخيول لنقل البضائع. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من تحد جديد يمارسه الشباب والطلاب في المدارس تحت اسم كسارة الجمجمة، والذي وبحسب الشرق الأوسط بدأ انتشاره عبر حسابات أجنبية حول العالم من فنزويلا ومن خلال تطبيق تيك توك، وأثار وصوله بين طلاب مصر موجة من الاستنكار خلال التحدي يستدرج طالبان زميلا ثالثا بحجة اللعب معهما من خلال قفزهم جميعا معا، وأثناء القفزة يقوم الزميلان على الأرض بعرقلة الآخر في الهواء فيقع على ظهره ورأسه مما يعرضه للخطر. فيما نشر الحساب الرسمي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر حسابه على موقع فيسبوك فتوى تقول: كسارة الجمجمة سلوك عدواني مرفوض ومحرم. وقال في بيانه: إن لعبة كهذه ليست من مثيرات الضحك لدى أصحاب الطبائع السوية، ولا دعابة فيها ولا تسلية البتة، إذ هي لعبة الموت في الحقيقة وتؤدي إلى إصابات بالغة وأضرار جسيمة. وزارة التربية والتعليم المصرية أهابت المديريات التعليمية والمدارس ومسؤولي الأنشطة والأخصائيين النفسيين ومجالس الأمناء الآباء والمعلمين بتوعية الطلاب من خطر اللعبة.
صحيفة الغارديان البريطانية نشرت صورا لأحداث وثقتها عدسة محترفيها حول العالم. نتابع. منذ زمن بعيد حاول الإنسان تخليد ما يراه والتعبير عن وجهة نظره باستخدام الرسم، فسخر لذلك كل إمكاناته، نحت في الجدران ونقش في الجذوع حتى وصل إلى استخدام الريشة والقلم فيما يعرف بالكاريكاتير. هذه مجموعة من تلك التعبيرات. وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.